سيبيها انت حبيبتي وهي هتتسند عليا. اخاف اتسند عليكي اقع يا مروه. وانا يهون عليا برضك تقعي؟ طب ده احنا كلنا لو غورنا في 60 داهيه ولا حد هيحس بحاجه، لكن انت تقولي اي بس الدنيا كلها تتقلب. عشان الجبل لما بيتهز يا مروه كل الناس بتحس بيه، انما لما عيش خيش وقش الريح بتشيلها محدش بيحس. عملت ايه مع عبودة في موضوع الفيديو؟ قافش ومثبت ياخد المبلغ اللي قلتلك عليه. تفتكري ادي عبودة الفلوس اللي هو عايزها يا مروه؟ هو من وجهه نظره شايف ان ده حق، لانك هنتيه وجرحتيه، بيقول انك خدتي حقه من الدنيا يا لؤلؤ. عبودة شايف كده؟ هو ده اللي قالهولي. انت عارفه يا مروه ان انا شاكه ان عبودة اللي حاول يقتلني بجد؟ وانا هصرف حاجه زي دي؟ طب والله ممكن. طب يا حبيبتي انا هروح انا اشوف المشوار اللي قلت لي عليه. مروه ما قلتليش سلامتك، ناسيه ولا مش عايزه؟ سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله ان ربنا طمنا عليكي. اديني ما متش. انا اللي كنت هموت خوف عليكي.